مرحبا. تمارين تبع اليوم هي لمنطقة الفك وتحديدا للأوفر بايت، يعني لما الأسنان الفوقانية يكونوا كتير متقدمين والأسنان التحتانية راجعين. طبعا هذه التمارين هي بتساعد على العضة. قبل ما نبلش بالحركات يلي لازم نعملها لحتى تساعدنا على تجليس الفك والعضة، رح قلكن عن حركات ما لازم نعملها لأنه هي بتكون عم بتسبب العضة المتقدمة أو الأوفر بايت. أول شي دايما لازم ننتبه وين لساننا بيكون موجود نحنا وما عم نحكي. معظم الناس لما يكون الفم مغلق بيكونوا حاطين لسانهم لقدام وبيدق بالأسنان الفوقانية وبيدفشن. هو المحل المظبوط لنحط لساننا هو على سقف حلقنا، بس مش دقيق بلساننا. فجربوا كل واحد يشوف لحاله هو لما يكون مرخي وجهه وقاعد ما بيعمل شي وين عم بيكون اللسان. اذا لسان دقيق بالاسنان طبيعي انه هيدا عم بيزيد من الاوفر بايت، يعني مثل لما بيكون في اولاد صغار وعلى طول حاطين باسيفاير بيتمون او لهاية او اصبعهم على طول بيتمون، طبيعي انه هدول الاولاد معظمهم لما يكبروا بتصير العضة تبعيتهم متقدمة. فنفس الشيء للسان بيكون عم يعمل، اذا دقق بسناننا حيدفش العضة. هاي اول شغلة. تاني شغلة، لما ناكل ننتبه انه ما ناكل بسناننا الادمانيات، لانه منكون عم وكل منطقة من قوية. فالطريقة الصحيحة هي انه نكتش نقسم الاكل قسمين قد بعض ونعلق بدراسنا مش بسناننا. كمان للناس يلي مثلا عندهم خصلة انه ياكلوا ضفيرهم كتير بيركزوا على هالمنطقة من قدام وبيقووها، فلما نقويها كمان حتبرز. فننتبه انه ما نستعملها وما ناكل ضفيرنا. اما الحركات يلي لازم نعملها لانه بتفيد على تجليس العضة فهي، اول حركة بدنا نعملها هي بدنا نحط هدول الاصبعين على نقطة الوصل بين اسناننا الفوقانية والاسنان التحتانية وبدنا نفتح تمنا. منسكر، منعيد. آخر مرة. هلأ رح نعمل حركة شبيهة، بس الفرق إنه بأصابعنا بدنا نعمل تدليك على الخفيف، ما نشد كتير. كمان منفتح تمنا، منوقف، منعيد. آخر مرة. ثالث حركة بدنا نعملها هي بدنا نقدم الفك التحتاني لقدام بهالشكل وبدنا نبرم وجهنا يمين وشمال. نحنا ومقدمين الحنك التحتاني لقدام 10 مرات.
هلأ بدنا نستعمل لساننا نحطه على سنيننا من فوق ونبرمه يمين شمال كمان 10 مرات. هلأ بدنا نحط لساننا على أعلى سنيننا الإدمانيات، يعني هون، وبدنا نبرم وجنا 10 مرات يمين وشمال. ما منحرك لساننا، منخليه بهالمنطقة. هلأ بدنا نمشي لساننا باتجاه واحد 10 مرات، يعني إذا حطينا بلشنا من هالجهة ورحنا على تاني جهة بدنا نعيدها 10 مرات ونرجع نفس الشي بالاتجاه المعاكس. نرجع منعيد من الأول. هلأ بالاتجاه الثاني. آخر حركة رح نعملها هي رح نقدم حنكنا من تحت ونغطي المنطقة الفوقانية ونعلي رقبتنا 10 ثواني ونحن عاملين محافظين على هالحركة. منرخي ومنعيد. آخر مرة. بدي أتشكركم لأنه حضرتوا تمارين اليوم. ما تنسوا تعيدوا هيدي التمارين أول أسبوعين مرتين بالنهار كرمال نتيجة أحسن، ولما بتوصلوا للنتيجة اللي بدكن إياها طبعاً ما في لزوم بقى نعمل التمارين كل يوم، فينا نخفف لمرتين بالأسبوع. أكيد إذا عندكم أي سؤال بليز اكتبولي وبجاوبكم بأسرع وقت.